السلام عليكم طلاب، اليوم هي المحاضرة الثالثة والأخيرة بالمد من العقاقير. لكم طالب محمد حسن. اليوم راح نشرح محاضرة تروبين الكولويدز. التروبين الكولويدز، نجي نعرف التروبين. التروبان شنو؟ التروبان اللي هو عبارة عن بايسايكليك كومباوند، هو عبارة عن مركب يكون من حلقتين. يتكون لك منين هذا اللي يتكون لك؟ يتكون لك من مصدر، يعني حلقة أساسية. أما تكون خماسية اللي اسمها البيرولدين، أما تكون سداسية اللي هو البايبريدين. ذني مركبات اثنين مصدر أساسية، وخلي وياها ثلاث كربونات جايتني من الأستيت يطلعني التروبان. عيد التروبان هو عبارة عن بايسايكليك كومباوند، يقول لك عن طريق اندماج البيرولدين اللي هو المصدر مالتك او الاورثين ويا من ويا ثلاث كربونات جاي من الاستيت ماخذها. ويقول لك اثنيناتهم البيرولدين والبايبريدين اقدر القاهن بالماركرز بالجزيئات. مثل ما قلت لكم، اما تكون حلقة سداسية اللي هو البايبريدين، او حق خماسية الأورثين او البيرولدين ويا ثلاث كربونات من الاستيت، راح يطلعنا مركب اسمه التروبان. هذا يكون 5 ممبرد رينج، وهذا يكون 6 ممبرد رينج. نجهزه. يقول لك هذا المركب التروبان اذا صار عليه OH بهذا الموقع، OH بهذا الموقع، الموقع الثالث، راح يتحول اسمه من تروبان الى تروبين. راح يتحول اسمه من تروبان الى تروبين. يجي هنا OH بيا موقع الموقع الثالث. فيجي سؤال بالمحاضرة، شنو التروبين؟ تقول له هو عبارة عن ثلاثة هيدروكسيد مشتقات التروبان، بس يحتوي بالموقع الثالث على من؟ على OH هيدروكسيد، اسميه تروبين. نعيد، هو عبارة عن مركب يكون بايسايكليك، اثنين حلقتين. يقول لك يكون من اندماج الحلقة مالتك البيرولدين المصدر او الاورثين ويا ثلاث كربونات منين؟ من الاستيت. اثنيناتنا قابل مركب اللي هو البيرولدين والبايبريدين، الفايف ممبرد رينج والسكس ممبرد رينج، اثنيناتهن القاهن بها الجزيئات. ويقول لك المشتقات من التروبان مرات تصير بموقع ثالث OH، ثلاثة هيدروكسيد ديفرتس اوف تروبان، يعرف باسم تروبين. زين شباب، عليكم تفرقون بين تروبان، تروبين و اتروبين. فرق بين الثلاثة. تروبان هو موقع شيء كلش عادي اللي هو حلقة خماسية أو سداسية ويا ثلاث كربونات من الاستيت. التروبان هو نفس التروبين، نفس التروبان، بس يحتوي على OH بموقع ثالث. التروبين واحدة، مركب واحدة. هسه نشرح لكم شلون يصير هذا المركب. يعني شوفوا، هاي الحلقة الخماسية الآن ويا ثلاث كربونات اللي هو سي بسي بسي، هاي راح تنفتح تتصل هنا، هاي راح تنفتح تتصل هنا، هاي تجي تتصل هنا، هيك يصير الشكل. والآن هنا متصلة بسي اتش 3، يعني مو ثلاث كربونات، هاي اصلا تنكسر تجي تقعد هنا، غير اللون على مود توضح ان شاء الله. هاي الاصل تنكسر تجي تصير هنا، هاي الاصل تنكسر تجي تصير هنا، والسي ان اي مرتبط بهاي السي، فيسكون عندك هذا التروبان. اذا صار عندك واتش هنا صار تروبين. هاي شغله صارت واضحه. هسه نجي نشرح بعد شلون احصل الاتروبين. تقول له من عملية الاسترفيكيشن، عملية الاسترة،
بين من وبين من؟ بين النيجاتيف تروبيك اسيد يعني صار الجهه اليسرى نيجاتيف تروبيك اسيد ويا من ويا الاتروبين او الاوتش او تروبيت اسمه اس الشي 32 يقول لك ذني ويا الحراره ويا الاس سي ال يطني الاتروبين او الهايسوامين. شلون حصل الهايسوامين؟ من عمليه الاسترفيكيشن بين من؟ بين النيجاتيف تروبيك اسيد وبين التروبين بوجود الاس سي ال وجود الحراره يعطيني اتروبين. اما هذا الاتروبين كي يتحول الى سكوبولامين اللي هو يكون بي ايبوكسايد. احتمال يجيك سؤال بالامتحان من المركب البي ايبوكسايد سكوبولامين. هنا عمليه كلش مهمه ان شلون احاول شلون اكون الاتروبين. قلنا عمليه الاستره من سالب تروبيك اسيد والاتروبين يعطيني الهايسوامين استر ويعطيني اتروبين ممكن يتحول الى سكوبولامين. هسه راح نحكي من على تحضير الاتروبين البايوسينثيسيس مال الاتروبين داخل كائنات الحيه. يقول لك عملية البحث بالاتروبين البايوسينثيسيس اللي هو التكون مالت البروتين كانت كلش واسعة، يعني درسوها بشكل كلش واسع. ليش؟ بسبب الأهمية مالت من مالت الهايسوامين اللي هو الايزومر مالت من مالت الاتروبين. مهم كلش خاصة بمن؟ بالداتورا سبيشيز. نعيد عملية دراسة تكوين الاتروبين داخل حيوانات درسوها بشكل كلش واسع. ليش؟ بسبب الأهمية مالت من؟ مالت الهايسوامين خاصة بالداتورا سبيشيز. قل لك دراسات تغذية اكتشفت ان الناس اللي ياكلون اورثين او التعامل بأورثين من تاكله اكتشفوا ان هذا الاورثين امينو اسيد هذا راح يتحول من الى بيرولدين. هذا البيرولدين احنا قلنا هي النواة مالت من مالت التروبين. لو مو قلنا عندنا هنا مو قلنا عندنا البيرولدين هاي النواة مالت التروبين ان قلنا هيجي ثلاثة كربونات ويتصلن بيها فيتعتبر النواة المصدر الأساسي. قل لك والبقيات احنا قلنا تحتاج شيء خماسي ونواة ثلاث كربونات. ثلاث كربونات منين احصلها؟ احصلها من الأستيت. وبالتالي راح تعاني من عدة عمليات اللي هي مثل ببريدين مويتي ميثيليشن وتجلي مركب اسمه الميثونين لو هذا هي خطواتنا راح نحكيها. بس هنا نفهم الوضع. يقول لك الدراسات مالت انه ندرس شلون تكون الاتروبين كلش مهمه بسبب ان تكوين الهايسو اماين خاصه بالداتورا سبيشيز. قال لك انه الدراسات التغذيه اكتشفت ان الناس اللي ياكلون اورثين انه هذا الاورثين من يدخل جسمنا راح يتحول الى من؟ يتحول الى بيرولدين. هذا البيرولدين يعتبر النواه والمصدر الاساسي على مود يكون تروبين. وقال لك كون الاتروبين احتاج بعض ثلاث كربونات قلنا نحصلها من الاستيت. تعاني من عدة عمليات مثل بايبريدين مويتي ميثيليشن وتكون لك الميثوثانين وهكذا. هسه احنا شي على الباثوي مارتل. شوفوا شباب انا اذا صنع اتروبين قلنا نحتاج مركبين تروبيك اسيد وتروبين. هسه احنا شلون صنع الاتروبين وراها شلون صنع الاتروبيك اسيد وندمجهم اثنيناتهم ويعطونا الاتروبين اللي هو هذا. نجي اول خطوة قلنا يطب لي اورثين جسمنا هاي اورثين يصير عملية ميثيليشن. اول عملية اللي هي الميثيليشن شو يصير اسمه ان ميثيل اورثين كل السهل. ثاني عملية الديكربوكسيليشن راح يتحول من أورثين إن من إلى بيوتر سين في صر اسمه الميثيل بيوتر سين. عيد أول عملية اللي هو الميثيليشن أدك الأورثين عادي راح يصير لعملية ميثيل جروب يصير عليه إن ميثيل أورثين
ثاني عملية الديكربوكسيليشن مالتي يصير قد يتحول من المركب من أوراثين المن إلى بيوترسين فيصير اسمه الان ميثيل بيوترسين أو عمليته خلصت. شوف هنا شلون هنا صار الميثيل جروب انه هذا كربوكسيل جروب طلع فتحول اسمه المن إلى الميثيل بيوترسين. ثالث عملية اللي هي الأكسيديشن يتحول قد ال NH2 المن إلى C double bond O فيتحول اسمه من بيوترسين المن إلى N إلى أربعة مثل أمينو بيوتانول 4 مثل أمينو بيوتانول نيت. أول خطوة الميثيليشن بس ما يغير اسمه الأورثين يظل أورثين بس ال N مثل أورثين. ثاني عملية ديكربوكسيليشن أورثين يتحول المن إلى بيوترسين فيصير اسمه ال N مثل بيوترسين. ثالث عملية الأكسيديشن يتحول من بيوترسين المن إلى أمينو بيوتانول فيصير اسمه N مثل أو 4 مثل أمينو بيوتانول. خامس رابع خطوة اللي هو ستيفس بيس اللي هو هذا اللي يغلق يسوي لك كلوز للرينج. فمن سنتها صار عندك بيرولدين بس هو هنا موجب فصار لازم نسميه بيرودونيوم سولت بيرولنيوم سولت وعندك الان مثل. الخطوة اللي وراها اللي اضيف استير كو اي يعطيني انترميديت كومباوند مركب بدائي يعني مركب وسطي بين المرحلتين. والعملية اللي وراها اللي هي سايكليزيشن اللي انا متكون حلقة هنا حلقة كاملة او عملية ديكربوكسيليشن اشيل هاي الكربوكسيل جروب. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني مركب اسمه التروبي نيون بس التروبين بس اضيف عليه 1 اللي هو 1 وسوي عملية ديكشن يعطيني التروبين. نيد اول مرة نحفظ الخطوات. اول خطوة الميثيليشن، ثاني خطوة الديكربوكسيليشن، ثالث خطوة الاكسيديشن، رابع خطوة اللي هو البيس ستيفس بيس، خامس خطوة اللي اضيف الستاركو اي اضيف الستاركو اي 2 اكس ستاركو اي، رابع خطوة اللي هو الديكربوكسيليشن او السايكليزيشن، خامس خطوة الريدكشن. حلو، اللي يعطيني مركب اول خطوة لازم احفظ هيك انا هيتحول عند مركب من اورثين المن الى ان مثل اورثين. ثاني خطوة هيتحول المركب من ان مثل اورثين الى ان مثل بيوترسين. ثالث خطوة اللي هي عملية الاكسيديشن راح يتحول عند مركب من ان مثل بيوترسين الى 4 مثل امينو بيوتانول. خامس رابع خطوة اللي هي مال بيس يتحول الى ان مثل ان بايرونيوم سولت. خامس خطوة يكون هو انترميديت وورا عملية السايكليزيشن او الديكربوكسيليشن اللي هو تروبين 1 وسابع خطوة اللي هي عملية الريدكشن يعطيني تروبين. طلعنا التروبين اللي احتاجه هسه نطلع التروبيك اسيد. التروبيك اسيد منين حصله؟ حصله من الفينر انين اللي هو حصله هذا منين حصله؟ حصله من التشيكميك اسيد. هنا التشيكميك اسيد يعطينا فينل انين. هذا الفينل انين راح يتحول المن يتحول الى فينل بايروفيت اسيد ويعطيني التروبيك اسيد. فممكن يصير لك هنا سؤال منين يجيني التروبين؟ قل له عمي تردكشن مارت من ماتري تروبو اوين او منين يجيني تروبو اوين؟ تقول له من عملية اضيف الاستير كو اي واسوي زايكليزيشن او اسوي ديكربوكسيليشن. او يقول لك منين يجيني ان مثل ان بيروليوم سولت؟ تقول له من فور مثل امينو بيوتانول ويا الستيفس بيس. ومنين يتكون لي ان مثل الاورثين؟ من عملية الميثيليشن للاورثين. او الان مثل بيوتسين من عملية الديكربوكسيليشن مارت من مارت الان مثل اورثين. وهكذا انه لازم نحفظ الخطوات ونحفظ المركب اللي يجي ورا الخطوة.
وهنا منين يجيني التروبيك اسيد تشيكميك اسيد يعطيني فينيلالانين يعطيني وراها فينيلبايروفيت اسيد يعطيني وراها تروبيك اسيد قلنا وراها نصير عمليه الاستره بيناتهم ويعطيني اتروبين. وهسه ورا ما كملنا شلون نصنع التروبين هسه هنحكي عليه من السولنيشس الكولايز. يقولك ذني عبارة عن مركبات تحتوي بعض الألكولايد مثل من مثل أتروبين هايسوسين والهايسوأماين. من الستركتشر نحفظ الحكي ما يحتاج نحفظ الحكي من الستركتشر أفهمكم يا راح. الهايسوأماين اللي هو يكون نيجاتيف أيزومر لاحظوا. البوزيتيف أيزومر اللي هو الأتروبين شوفوا هنا نيجاتيف أيزومر هنا بوزيتيف أيزومر. واللي احتوى على الايبوكسايد هو الهايسوسين. نجي نقرا الحكي يقولك النيجاتيف ايزومر هو الهايسوأماين. البوزيتيف اللي ما القاه بالنبات اللي هو المعاكس مالت من مالت الهايسوأماين يعني الايزومريشن مالته اللي هو الاتروبين. اما الايبوكسايد مالت الاتروبين اللي هو الهايسوسين مثل ما قلنا او اسمه الثاني اللي هو سكوبولامين. شنو هو سكوبولامين؟ يقول لك شلون صنعه هو هذا الهايسوسين؟ يقول لك عن طريق الاستر اوف تروبيك اسيد ويا من ويا سكوبولين بيس. سكوبولين بيس اكثر من 200 نوع من الالكولويد اكتشفناها. اكو بعض العلاجات تكون سيمي سنثيس اللي هي النصف صناعيه مثل الان بيوتال بروميد اللي هو البسكوبان الاستخدام الطبي هم له. هنا السولنيشز الكولايد قلنا هو المركبات تحتوي على اتروبين الهايسوسين والهايسوأماين. نجي الهايسوسين هو الايبوكسايد فورم مع اتروبين او اسمه سكوبولامين. الهايسوأماين اللي هو النيجاتيف والمعاكس اليه الايزومر المعطي المضاد اللي هو الاتروبين. شلون وصلنا الهايسوسين من عمليه الاستر اسيد مالت من مالت اتروبيك اسيد ويا من سكوبولين بيس. واكثر من 200 نوع وعندنا يا نوع يكون نصف صناعي اللي هو الان بيوتال بروميد. هسه راح نحكي عن نباتات تحتوي على مركبات تحتوي على تروبين الكولايز. اول شيء عندك البيريدونه منين احصل هاي المركبات؟ اهم شيء نحفظ اللي هو اجزاء النبات اللي هو درايت روت او ليف ليف مالت من مالت تروب بيريدونه عاده تكون سولانيسيه. اش تحتوي الهاي النبات؟ تحتوي على نيجاتيف ايزومر اللي هو الهايسوأماين وتحتوي على من الكيميكال كومباوند تحتوي هم على اتروبين اللي اقدر اصنعه اثناء الاكستراكشن وايضا تحتوي على سكوبولامين اللي هو الايبوكسايد فورم اوف اتروبين وتحتوي على ابوتروبين والبيلودين. نعيد البيلودونه منين احصل شلون اسوي اكستراكشن بيجزء من النبات اللي هو الليف والروتس اوف تروب بيريدونا عادة تكون سولانيسية تتوها مركب الهايسوأماين والهايسوأماين والكيميكال كومباوند ويحتوى الهم على تروبين اثناء الاكستراكشن تطلع ويحتوى الهم على سكوبولامين اللي هو الهايسوسين وتتوى على الابوتروبين والبلادونين. شنو استخدامات ذني؟ اول شيء يقول لك اول شيء بيريدونا تحفز لك السيطرة النفس سيستم وراها سوي ديبريشن اكتئاب يعني ثبط السيطرة النفس سيستم. فهو ما يعتبر ستيموليتر يعتبر ثبطها يقلل لك الافرازات مالت الاكثر الافرازات مال جسمك اللي هو العاب الميلك العرق. طبعا هذا ماخذين بالفارما بالانتاغونست مالت الكولينرجيك الاتروبين. اول شيء قلنا هو يحفز شويه وراح يثبط فما يعتبر هو محفز يثبط لك افراز مال كل الافرازات مال جسمك السوائل سواء كان سلافيا مولك سويت اي شيء يسوي لك انهبيشن او يثبط لك الحركه مالت من مالت الستمك والانتستينال والحالب والمثانه كل يثبطهن ويسوي دايليشن للبوبو مالتك يسوي دايليشن. فهو شنو الافكت مالتي؟ بارا سمباثو لايتيك مثل ما قلنا لايتيك معناها انتاغونست من سمو كلمة لايتيك معناها انتاغونست وبارا سمباثو كلمة كورنيرجيك فهو يعتبر كورنيرجيك
انتاغونست ويسووا مدرياسز. واستخدم على مود تريتمنت مالت من مالت باركنسن ديزيز. مالت باركنسن ديزيز اي اقول لك البيدون ريليف اللي هو قابل اوفيشال كبيدون تنكشر هو كبر انتي كولينرجيك دراج اللي هو كولينرجيك انتاغونست. الجرعة مالت تكون 0.6 مالت 3 مرات يوميا. وتلقى عديد من البريبريشن بالماركت بالسوق. فهنا نرجع ايش نحفظ؟ نحفظ ان البيدونه وارقام من الروت والليف اتروبيدونه العائله سونيسيا مركبات البي نحفظهن استخدامات انه استمرت وراه يثبط ويثبط لك فازات مال كل السوائل مال جسمك والحركه مال الامعاء والمعده والحالب والمثانه ويسوي مدرياسز وانتاغونست وباركنسون ديزيز. وهاي الملاحظة اطلع عليها. طبعا شبابنا هو اصلا اسم هذا الهايوس كامين. انا ما تبيت اروح من نحكي بس انا متعود انه اختصره واقول هايوس امين. انا مود يعني هيك اختصار بس هو اسمه هايوس كامين. يجي وصلنا للنبات الثاني اللي هو الايجيبشن هانبان هنبان. منين حصلنا؟ من درايت ليفز مارت من مارت الهاي سو الهايو سموس ميوتيكوس. عادة تكون سورونيسي. تتوى على 0.5 منين من توتال الكولايد. ومركب اللي يحتويها اللي هو الهايو سيامين. وتنزرع بس بالمصر وتستخدم بس على مود الاكستراكشن مع الكولايد يعني ما استخدام طبي. اما الثالث اللي هو الاسترا امونيوم هم حصل من الليفز مادته روستاتوم سترامونيوم على نفس الشيء على سونيسيا يحتوي على 0.4 من الالكولويد نفس المركب اللي هو الهاي سيامين. هنا هذين الاثنين اللي هو الايجيبشن هامبان والسترامونيوم ثلاثة حصل من الليفز ثلاثة عادة هي تكون سونيسيا وثلاثة يحتوي على الهاي سيامين بس واحدة تتوى على 0.5 وتتوى على واحدة 1.5 وتتوى على 0.4 واحدة تنزل على مصر والاستخدام بس انه extraction حصل منها الكولايد. قل لك كل دنيا اللي تحكينا عن فوق اللي هن البلادونة الايجيبشن والسترا امونيوم ذني كلهم مدري كلهم يسوون مدرياتك اللي يسوون مدرياسز يعني dilation of bubble. انت اسمه مودك تبطى من حركة مات الامعاء بارسن باثرايتك انتاغونست او انتي كورونيرجيك ان اصلا كل السكريشن لسويت والسلافي والمولك فاستخدمها انه عارجن التقرحات لان نقصنا السكريشن مال السي ال في فيدينا بالتقرحات او فوكشن الدقاز الاسوردر بالدس اوردر يصير بالمعدة اللي هثبت حركتها او بالديارين راح اثبت لك المعدة اصلا مثل ما قلنا انه كلنا نثبت اسوان مدرياسيس وكلنا نسوان تشنجات يعني نثبت الحركة مثل ما وكلنا نتبقى اللايت كلو انتاغونست وكلنا نقصر السكريشن ويستخدم من استخدامات علاج تقرحات استخدام من العرجن الجاستريك ديجستيف ديس اوردر او دياري. نجي اخير شيء اللي هو الكوكاين. الكوكاين اللي هو يعتبر هابت فورمين دراج اللي هو دراج يعني صرنا بصورة كلش عالية. منين حصل؟ من الليفز مال الارثرو زايلوم كوكا عادة تكون الارثرو زايليسي حصل من الليفز كوكا وكوكا ليفز. قلك هذا المركب يحتوي على ثلاث انواع من الالكولويدز. اول نوع تجينا من مركب اسمه الايكوغونين كوغونين حصل من الكوكايين والسينمال كوكايين والألفا بيتا تروكسلين. يجيك سؤال منين حصل الكوكايين لو السينمال كوكايين لو الألفا بيتا تروكسلين؟ حصل من مشتقات مرات الإيكوجينين. أما القسم الثاني اللي هو السيدوتروبين اللي هو التروبوكاين والفالرين. أما آخر شيء اللي هو الهايغرين اللي هو الهايغرولين وال كوسكا هاي جرين. نجي اسمه الارثرو زايلوم كوكا او الارثرو زايليسيا
ثلاث مشتقات، اما من الايكوجينين اللي هو الكوكايين والسينمال كوكايين والالفا بيتا تروكسيلين، اما السيدوتروبين اللي هو التروبوكاين والفالارين، واما عندك الهاي جرين اللي هو هاي جرولين والكوسكا هاي جرين. نجي يقول لك بس المشتقات مالت الايكوجينين هو استخدامات طبيه، خاصة واحد اللي هو الكوكايين. الكوكايين شنو هو؟ المركب الكيميائي هو عبارة عن ميثل إستر أوف بنزل إيكوجينين. قلنا هو عبارة عن ميثل زائد إستر زائد بنزل إيكوجينين. فمن أحلله بالماء إيش راح يعطيني؟ راح يعطيني بنزويك أسيد، راح يعطيني إيكوجينين، ويعطيني مثلا الكحول. كمركبات يحتوي على ميثل إستر يعني CH3O CH2O قصدي، يحتوي على بنزل اللي هو بنزين وإيكوجينين. فمن حد ما يعطيني البنزين مالتي يعطيني إيكوجينين، ويعطيني مثل الكحول. يقول لك الكوكايين أو الكوكايين هيدرو الهايدر كلورايد هو يعتبر مركبات تستخدم على مود الإدمان أبيوز. غالبا واحد ياخذ يتنفسين عن طريق خشم اللي سنفت، وواحد يدخل بسرعة علما للفيرجينال موكسيل اللي هو المخاط اللي موجود الغشاء المخاط الموجود بالخشم، وتوصل قبل للدماغ السيربرال ستيموليشن، تحفز لك الدماغ ويسوي لك اليوفوريا اللي هو زيادة بهرمون السعادة السيروتونين. يقوم الشخص يعني يصير مثل المخبل، لأن هرمون السعادة قاب كلش على الدور هرمون الحركة. أما الكوكايين هيدروكلورايد اللي هو يعتبر كيستخدم باللوكال كمخدر موضعي. أخلي توبيكال على الموكس ممبرين على الغشاء المخاطي بتركيزكم 2-5%. كما الكوكايين هيدروكلورايد هم يعتبر شنو هو؟ يعتبر يدخل بشيء اسمه البروموتوس بروموتون كوكتيل اللي هو يعتبر هذا علاج على مود البين. يستخدم وين هذا؟ يستخدم بالسيفير بين مترابط بمرضى السرطان. مرضى السرطان من يصلون لحالة كل شيء متأخرة لا سامح الله، يعني يقوم ألم كلش يقوم جسمهم، فيعطيهم هذا المزيج من المخدرات على مود يطبطون الألم. إنيت الكوكا من اللي هو ناخذ من الليفز، ناخذ اسم والاسم العائلة وثلاث مركبات هاي مهمة اللي يعتبر اسم مهم. واحد اللي هو الإيكوجينين، الكوكايين من يتكون أثر أستر أو بنزل إيكوجينين، فمحل يلب الماء راح يعطينا إيكوجينين وبنزويك أسيد ومثل الكولايد، ويستخدم على مود المخدرات ويعطيني يسوي الإيفورية هاي مهمة، وتركيزكم من 2-5. ويستخدمها بالكوكتيل يسوي ترمال كانسر بالحالة الأساس بالحالة النهائية مات مرض السرطان. وهسه وصلنا لأخير سلايد اللي تبع بعض الملاحظات على الكوكايين. يقول لي إحنا حكينا إن الكوكايين راح يحفز CNS إلى CNS تمولات بروبرتيز، فوش يعتبر؟ يعتبر نكروتيك، يعتبر مخدر، يسوي سايدنس وسبيتري ديس أوردر، يسوي اكتئاب نفسي و respiratory disorder اضطراب التنفس. يقولك هاي يصير عنده شغلات من تاخذ النكروتيك انالزيك انجريدينت، من تاخذ مواد مخدرة مسكنة مثل الكوكايين المورفين والميثادوين. انذن اللي يستخدمه بالكوكتيل اللي حكينا عليه انه يطلع السرطان، بس هو شو يسوي؟ هم يسوي مسكن للآلام ويستخدم بعض الحالات. ليش؟ لان هو يعتبر نكروتيك اللي هو مخدر، ويستخدم بالعمليات مالت النيزل مالت الخشم وقناة دمعية. يقولك اهم ديس ادفانتج مالتي انه شو يسوي؟ يسوي فاز كونستركشن، قد تثيق بالاوعية الدموية، ويسوي كارديوفاسكولار توكسيسيتي يسميه بالقلب. ويستخدم بالطب الغربي انه شو يسوي؟ انه استبدل بالطب الغربي، استبدلوه يعني ما يضر يستخدمون الكوكايين اللي يعني يسوي هو يعني مدمن يسوي إدمان، استبدلوه بمواد ثانية صناعية اللي هو البنزوكاين والليدوكاين.
نان ايد شنو الزبدة هنا يقول لك هو يحفز زينس فيعتبر مادة مخدرة. شو يسوي؟ يسوي اكتئاب ويسوي ريسبيرتوري اوردر. هاي الثيرات تلقاهن وين؟ تلقاهن من تاخذ مادة مخدرة ويسوي لك مسكنة، يعني يسوي لك ادمان ويسكن لك الالم، مثل المورفين والكوكايين والميثادوين. ميثادوين اللي ذني يستخدم بكوكتيل، نجمعهن نسوي كوكتيل بيناتهم. ذني يعطينا مسكن للآلام فيعتبر مخدرات، ويستخدم بالخشم وبالقناة الدمعية جهة الأنف، وبستبدلوه بمن؟ بالبنزوكاين والليدوكاين. ويجيكم كملنا محاضرات، كملنا كل محاضرات المد، وشكراً.